ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم. السلام عليكم متابعي قناة رمضان تي في. أطاح فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي السبت 3 شتنبر 2022 بشابة في العشرينيات من العمر عمدت لاعتراض سبيل امرأة وسرقت حقيبتها اليدوية تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي السعيدية بمدينة تيزنيت. وكشفت مصادر رمضان تي في أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لتيزنيت تمكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيها المتحدر من الدار البيضاء وأم لطفلين بحي اليوسفية وسط مدينة تيزنيت. وأضافت مصادرنا أن المصالح الأمنية المذكورة حجزت لدى الموقوفة مسروقات وهاتفين نقالين ومبلغ مالي قبل أن يتم اقتيادها إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن للاستماع إليها في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها في انتظار أحالتها على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت لاستكمال مجريات البحث. جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا على نطاق واسع شريطا مصورا التقطه كاميرات مراقبة بحي السعيدية يوثق للحظات اعتراض المعتقلة لسبيل امرأة كانت تهم بالمرور بالحي وسلبتها ما بحوزتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.